فالطلاب هذول النشأ لابد نهتم بهم يا أخواننا. الآن تعليمهم، الخطابة، الإلقاء، القرآن، كذا، إذاعة الصباح تقربه. والله عندنا مدرس أكرمك الله يربط هذا رباط أكرمكم الله الجزمة للطلاب. والله هذا شو يريد؟ ها؟ وجه الله. والله إذا شاف الطالب من طلابه يقبل الأستاذ، يقبل رأس الطالب، يقبل رأس الطالب مدرس. تظن هذا الطالب ينساه؟ ها؟ لا والله ما ينسى. اي نعم. استطيع يدعو الى الله سبحانه وتعالى، يدعو حتى بهيئته. ايوه، بهيئته، بسلوكه، بأدبه. اخواننا، صلاة الجماعة، خاصة نتكلم عن الدعاة وصلاة الجماعة. أنا في دورة من الدورات قالوا لي الشاهي أخضر أو أحمر؟ قلت لا، الشاهي أخضر ولا أحمر. عمرك تشوف بن عثيمين أو الشيخ العباد جالس حفظه الله على الكرسي وحاط شاهي أحمر؟ عيب، والله عيب. الشاهي والقهوة بعد الدرس. إي نعم. وبعضهم قال لي أيضا مرة واحد قال متى الدرس؟ قلت بعد الصلاة. قال وين تصلي؟ تصلي في عندكم في المسجد. قال العادة يجينا بعض المشايخ يصلي في الفندق. قلت أنا لو أصلي في الفندق صليت عندي هناك في بيتنا. أنا أجي هنا أبغى أشوف كيف تصلوا. عندنا بعض الدعاة إذا خرج للدعوة ما يصلي بالناس. تعرف ليش؟ ما يصلي. قل أنت صلي، وين إمامكم؟ الشيخ خالد تقدم صلي. قال ليه؟ قال أنا جئت أعلم. أنا عندما أصلي أنا لا أدري كيف هذا يصلي بكم، تقدم أنت وصلي. ممكن تقرأ الذين ولا تقرأ الذين، صح؟ أي نعم. فهذا يتقدم يصلي، أنا أرى كيف الصلاة، كيف البرنامج، إيش يصنع. أما أن أمر هكذا لا، ما يمكن. أو يكون مثلا الشيخ لا حافظ على الصلاة، أو الشيخ مثلا، يا أخواننا هذا أمر والله مهم جدا، ما يمكن أنه يأتي، وهذا صعب والله صعب جدا، أن يجي واحد يدرس يقول والدعوة إلى الله لها شروط خمسة. الأول، عم احفظ أنت أول، صح؟ ممكن يقرأ متن ويشرح، أما يقرأ لك كل شيء ويبغاك تحفظ، احفظ أنت أولا، تعلم أنت أولا، صحيح أم لا؟ قل شروط الدعوة خمسة: إخلاص، علم شرعي، حكمة، معرفة حال المدعو، الصبر. إي نعم. فهو ما يحفظ يبغاني أحفظ؟ ما يمكن أحفظ. فهذا أمر مهم جدا، أننا تكون أنت إذا خرجت قدوة للآخرين. هذه ورقة فاضية. يعني هو اللي يصلي يا شيخ؟ لا، هذا إمام، هناك إمام في بوركينا فاسو، أنا أجعل هذا الإمام يصلي حتى أعرف كيف هذا يصلي بالناس. وصح طبعا. طب ممكن أنا أصلي صلاة صلاتين، أما أتولى كل الصلوات كيف أعرف؟ مفهوم؟ ثم أخواننا، أسهل طريقة عندنا في تعليم الناس إذا سافرت أي مكان، من يوم تركب مسلم يقول نعم، قل اقرأ الفاتحة. والله سهل جدا، صح؟ اقرأ الفاتحة، فاقرأ عليك الفاتحة، نعمة تصحح له قراءة الفاتحة. يا أخي، هذا اللي يدرس القراءات العشر، هذا اللي يدرس قراءات عشر ينتفع الناس منه أكثر ما يكون بالفاتحة. رؤي أحد القراء الكبار بعد موته، قالوا ماذا صنع الله بك؟ قال غفر لي. قال بماذا؟ لأنه كان طيلة الأسبوع يدرس طلاب الكبار قراءة عشر، قال بتعليم العجائز سورة الفاتحة يوم الجمعة. يوم الجمعة عنده إجازة ويعلم العجائز، غفر لي بهذا. يا أخواننا، نريدكم تعلموا الناس مبادئ الدين. بس من علم الإمام أحمد لا إله إلا الله؟ إمام أهل السنة.
من علم لا إله إلا الله؟ كل أجور أحمد اللي علم أحمد لا إله الله. الشيخ الحذيفي، الشيخ السديس، اللي علم الشيخ الحذيفي الشيخ السديس حفظهم الله الفاتحة، كل أجور هؤلاء لمن؟ لهذا اللي علم الفاتحة، مو الذي علم القراءة العشر. والله صدق. قلنا الكتاب المناسب، الدروس المهمة أهم شيء. ولا تطول يا أخي على الناس. اليوم يقول للشيخ خالد اتفق مع جماعة المسجد أنه 5 دقائق بعد الصلاة، أنا لا أطيل عليكم، الساعة أمامكم، إذا تعدت الساعة 5 دقائق الكل يقوم، وإلا لا أحد يتحرك من مكانه. صحيح؟ وتستطيع تعطي هؤلاء اللي تريد. الشيخ خالد يبغى يتكلم عن المظاهرات وما يستطيع هو يتكلم. يقول قال الشيخ الإسلام أن المظاهرات لا تمت للإسلام بصلة. من قال هذا؟ قال شيخ الإسلام. تريد ترد؟ ردوا على شيخ الإسلام. عنده تقصير في الصلوات، يأتي يقول فتوى اللجنة الدائمة أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، والحمد لله رب العالمين وصل المعلومة. اليهود النصارى المجوس إخواننا، في هذه الأيام هناك من يشكك في مسلمات عندنا أهل الإسلام، يقول يهود ونصارى هذه إخواننا ويدخل الجنة، هذا كذاب، هذا يغش اليهود والنصارى، ما ينصح لهم، والله نحن نحب لهم الخير وهو الدخول في الدين الإسلامي، فكيف يكذب عليهم؟ أصلا هذا اللي يقول اليهود والنصارى إخواننا ويدخل الجنة، هذا ما يقرأ الفاتحة؟ يقرأ؟ ما وجد مسلم يقرأ الفاتحة. طب هو ما يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ عجيب والله. هذا في دعوة، طبعا تختلف دعوة اليهود عن دعوة النصارى عن دعوة المجوس عن دعوة كذا، هذا عند بعض الناس، لكن أحسن طريقة وأسهل طريقة في دعوة يهود نصارى مجوس روافض ما هي؟ ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. مناظرة لا، ما تصلح هذه الطريقة. وقال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ما قال ناظرهم. وجربوا هذه الطريقة عندنا، عندنا مركزين للدعوة في الرياض. مركز الدعوة الأول جابوا فيه 50 مرأة فلبينية ممرضة نصرانية، والثاني 50 مرأة. الداعية هنا يعلم التوحيد فقط، ما يناظر ما يتكلم. الداعية هنا مناقشات. بعد شهر المحصلة في المركز الأول كم أسلم؟ 40، و10 الداعي يقول في الطريق بإذن الله، في الطريق سهل جدا. المركز الثاني 1، الداعي يقول حتى الواحدة دي إسلامها في نظر، وتعبتني كل يوم أسئلة وسؤال ومناظرة وكذا. أنا والله أخواننا أنا لا أعرف يعني طريقة دعوة غير المسلمين. كنت يوم في فرنسا في مارسيليا مسجد قديم، وجاني أحد الشباب قال يا شيخ نبغى منك 10 دقائق فقط، فيه فرنسي 17 سنة عمره يريد يسلم لكن عنده شبهات حول الإسلام، تعطينا 10 دقائق؟ قلت أمري الله، بعطيكم 10 دقائق وما عندي مشكلة. بعد الدرس عندنا غرفة خلف المحراب نجلس فيها أنا وهذا والمترجم، أنت لا تحضر. قال اتفقنا. والله انتهينا من الدرس دخلنا الغرفة، والمهم بدأت أتكلم معه عن طريق المترجم. قل له ماذا لدي؟ قال لدي شبه. قلت الحمد لله، يكفي في الرد على الشبه أنها شبه وانتهينا. فالمترجم قال لي يا شيخ نسمع منه. قلت أنت هنا مترجم ما لك علاقة، تريد أنت تسمع للشبه أنا أمشي. وهذا يتفرج علينا الآن الشاب. قلت يا أخي عملك هنا تترجم، تفلسف مو شغلك، ولا أنا أمشي. قال آسف. فقال له أنت تعرف أن الإسلام حق والشبه يكفي في الرد عليه أنه شبه، قلت إيش رأيك؟ قال ماذا أصنع؟ قلت تسلم الآن.
وانت تعرف الاسلام حق. قال دعني افكر. قلت لا متى؟ قال لا غدا. قلت اي وقت؟ قال يعني باذن قال مثل هذا الوقت. قلت تضمن لي انك تاتي غدا؟ قال ما اضمن. قلت خلاص اسلم الان. نطق بالشهاده. هذا مترجم طلع الجوال يبغى يصور ايش؟ نطق هذا بالشهادة. وأنا التفت إليه قلت شفت الآن لو فتحنا الشبه ما انتهينا. خلاص خذوه الآن. أخذوه اغتسل وصلى وأعطوه كتاب ثاني يوم معنا في الدرس. لا تفتح باب الشبه يا رجل. الآن لو أقول الكويتيين أنت فيكم، قال وأنت السعوديين فيكم، صح وما انتهينا صحيح؟ إي ممكن تأتي بعض الشبه ترد عليه، أما تفتح باب الردود باب الشبه هذا والله هذه ليست طريقة نبوية. ها؟ الله لا يحوجني لأحد، يخلي يحتاج أحد غيري غير الله عز وجل. والله تعبون الشباب هذه الأيام بالأسئلة. تنزل مقاطع، والله تنزل مقاطع في جوالات هذه وسائل التواصل. يطلع واحد لا يعرف لا بالعلم ولا بالشيء ويقول حديث طويل ولا يجيب قصة أو يقول هذا المكان جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتبدأ الأسئلة. يا شيخ ايش رايك في ذا الكلام؟ إخواننا احنا فاضيلكم والله الآن ما عندنا شغلة. صدق أنا أقول لكم الآن شغلتنا نحن ايش في الغالب. والله أسمع شيخ خالد، والله أنا رحت كنت في الفلبين في رمضان وكان عندي درس كلمة بسيطة بين انتهاء صلاة العشاء وصلاة التراويح. رمضان والناس متهيئة لصلاة التراويح. صليت العشاء وجيت إليهم هم صلوا انتظروني. أول ما نزلت من السيارة جاني شاب فلبيني يجري. أنا قلت سبحان الله هذا إلا عنده إيش مشكلة معضلة. إيش عندك؟ قال سيلفي صور معاك. قلت لا ما راح. والله طلعت من عند الصف الأول أدخل أشق الصف وأمشي إلى المحراب حتى إيش أجلس على الكرسي وألقى الكلمة. وأنا ماشي في الطريق تك 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 تصاوير كله يصور. جلست الكلمة ذهبت. والله يا شيخ خالد أنا ما تذكرت أي كلمة. إيش ألقي كلمة؟ فقلت المترجم ترجم كل شيء. فقلت لهم بعد البسمل والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلت والله بدأت أشك في نفسي، هل أنا مغني؟ هل أنا ممثل؟ إخواننا نحن في رمضان في بيت من بيوت الله واللي يصور واللي سيلفي وكذا. إيش هذا؟ ما يسأل أحد سؤال واحد عن التراويح عن رمضان عن الصيام عن هذا أصبح الآن عندنا فقط تصوير مع المشايخ. والله صدق هذا الغالب. الله المستعان. أو يسألك أسئلة ما تدري من أين جاء بهذه الأسئلة. طبعا جاء بها من الشياطين. طب لماذا يا أخوان؟ الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر. تمام. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه. من أين نأخذ العلم اليوم؟ من أين؟ جوجل. والله اليوم نأخذ العلم ونأخذ الفتاة ونأخذ الأحاديث من جوجل، وجوجل زنديق. كيف تأخذ من جوجل؟ كيف زنديق؟ كيف؟ الآن إيش تريد أنت؟ تريد الربا حلال صح؟ اكتب لجوجل الأدلة على جواز الربا يطلع لك مجلدات. تبغى الربا حرام؟ اكتب الأدلة على تحريم الربا يطلع لك. تبغى تكفر مين؟ مين تبغى تكفر؟ رئيس هذه الدولة مثلا؟ اكتب لجوجل تكفير فلان يطلع لك صح؟ تبغى انه امام امير المؤمنين وامام ولا يجوز الخروج عليه اكتب له يخرج لك. اذن زنديق. فبدينا ناخذ العلم الان من مين؟ من جوجل. ويجيك الشباب يسالوك ايش تقول في فلان؟ فلان صالح على الشيخ. واحد يسألني يقول ايش رايك في صالح على الشيخ؟
قلت أنا تبغاني أزكي صالح للشيخ؟ قال فلان يتكلم فيه. قلت اسمع، أنا أعتقد والله أعلم أن صالح آل الشيخ حفظه الله أفضل مني ومنك، ولو نتكلم، لو هناك أحد يتكلم في صالح آل الشيخ إحنا من باب أولى. صحيح والله. فكيف يا أخي تأخذ العلم من جوجل، من إنسان مجهول قال والله سمعت هذا الكلام من قناة من القنوات؟ قلت يا أخي أنت مشكلتك أنك ترجع للقنوات والجرائد. ما أحد سمعتم يوم من الأيام أنه أحد تخرج مدرسة جوجل؟ فيه إلا زنديق يطلع، هذا بس ممكن يطلع زنديق مدرسة جوجل. حتى في أحيانا يضحك عليك أحيانا لما تضعه في الخريطة جوجل ماب، والله يعطيك طريق طويل، ذاك اليوم أعطاني ساعتين إذا نوصل لهذا وتمشي وراه. هذا المشكلة، إيش تصنع له؟ يقول عندي في العمل غير مسلمين، وش أصنع؟ سهل جدا، تأخذ رسالة الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، هدية. صح، اي والله تعطيها يا أخي، نحن نعطي المؤلفة قلوبهم أو لا، فتعطيه هدية وتقول يا أخي هذا الإسلام يحثنا على الصدق، على الأمانة، على كذا. لكن بعض الناس يجي للكافر، وعندنا في مركز إسلامي في دولة من الدول، إذا جاء الكافر يبغى يسلم يقول لا انتبه، ترى الإسلام في صلاة كل يوم 5 مرات، وفي زكاة، وفي ختان، ايه، وما في خمر، وما في نساء، هذا يسلم؟ ما يسلم، والله صدق. لابد الداعية يرغب هذا للدخول في الإسلام. والله تدفع أموال، لا إشكال، في إشكال؟ تدفع له مال حتى يدخل في الإسلام، ثم يشرح الله صدره للإسلام، ما في إشكال. إذا قال لك في ختام في الإسلام لابد تختتم، قال من قال لك أنه لازم تختتم؟ مسلم غير مختتن أفضل أو كافر مختتن؟ مرأة سافرة، مرأة مسلمة سافرة أفضل ولا مرأة كافرة محجبة؟ مسلمة سافرة. جاء رجل للضحك بن مزاحم وقال يا إمام إني أحب الإسلام وأحب الخمر. يعني ما الذي يمنع من الدخول في الإسلام؟ حب الخمر. قال له الضحاك رحمه الله، قال أسلم وإن شئت اشرب الخمر. دخل في الإسلام، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الرسول. قال أنت الآن مسلم، ترجع عن الدين قتلناك، تشرب الخمر جلدناك، خلاص انتهينا. والله اسمع، هذه القصة معروفة. رئيس من رؤساء روسيا، اسألوا شباب، قال اعرضوا علي الديانات، عرضوا علي الديانات، أعجب بأي دين؟ والله لا يمكن أن يعرض الدين الإسلامي على أحد ويرده، عاقل غير متكبر معاند. فأعجبوا أي دين؟ إسلام. وقال هذا الدين نريد نقرر هذا الدين. جاء رجل شيطان قال لكن الدين الإسلامي يحرم الخمر والخنزير. قال لا، لا نريد. لو قال له إيش الإشكال؟ أسلم وإن شئت أشرب خمر كل خنزير، إيش الإشكال؟ ها؟ ودخل وبدأ يقول الشيخ بن عثيمين، ها يقول الشيخ بن عثيمين هذا، يقول إذا أسلم لا تحدث عن الختان ولا عن الحجاب ولا عن شيء ولا عن الزكاة، إذا أسلم شرح الله صدره للإسلام، ليكن أول ما تدعوه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي روان يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك، تعليم بالتدرج. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يعني لم يكن في هذه الآية تفصيل خلق الإنسان، ليش؟ تدرج، هذا أول شيء. بعدين تأتي الأدلة كيف خلق الإنسان، علق، مضغة، هكذا. فلا بد تدرج مع هذا. أما تجي وتقول الدين الإسلامي فيه وفيه، هذا اللي يقول هذا الكلام، هذا في إسلامي نظر، والله
كيف يقول لي هذا عندك زكاة وعندك كذا؟ اليوم كان يسألني أحد الشباب قال المال الآن يحول على الحول وكل سنة أزكي ينقص المال، قلت أنت مسلم؟ كيف؟ الزكاة تنقص المال؟ لا، الربا في الظاهر ترى أن المال يزيد وهو محق للبركة، صح؟ والزكاة تنمي المال. وانظر، قلت له عندنا عمل اليوم، انظر للتجار الذين يبذلون ويتصدقوا والله ماله يزيد، وانت تنظر اليه تقول يا اخي لو عندي مثل فلان انا لا اصنع مثل هذا، مبذر ويصرف كثير يا اخي، لماذا يعطي 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 يعطي؟ صح. والثاني من التجار لا يعطي شيء، في لحظة ايش قالوا؟ افلس. صح. اين ذهبت الاموال؟ عاقبة الربا، نسأل العافية والسلامة إلى قلب. خلاص انتهينا؟ يلا هات. متى ساعة الصفر؟ كيف على كيف؟ يا شيخ والله الخطوط جميلة جدا يا اخواننا، خطوط أجمل ما يكون، وأوصلونا لهذا. لا نعرف جدول الضرب. عندي أنا الطلاب في متوسط، أريد منهم حتى ندرس فرائض إلى جدول ضرب كم؟ 4 بس، ما يعرفوا جدول الضرب، هذه مشكلة. والكتابة الآن هذه الأصابع الآن لا تكتب، صح؟ اكتب كذا. واحد قال لي أنا ما أكتب كذا، ها؟ ميكروفون هو يكتب، مشكلة والله، والله مشكلة يا أخواننا. ترى هذه الأجهزة لابد نحذر منها، تضيع علينا أشياء كثيرة. حتى الذاكرة كانت هنا تحفظ الأرقام أول، الآن تعطلت هذه الذاكرة وأصبحنا ما نحفظ أرقام. إيش؟ يا شيخ نريد جدول دروسك في الكويت. ما عندي جدول، غدا آخر درس إن شاء الله بعد صلاة الفجر، واستودعكم الله. ما هي إيش؟ ما هو الشغل والشاغل ومال المفتي. كيف تقرأ هذه الخطوط أنت؟ أعرفها. ها؟ إيش هذا؟ ما هو الشغل الشاغل ومن هو المفتي؟ طبعا هو يعني اسماء الاشاره لعب فيها شوي، حط اللي هو هي من يعني هذه خطوط كويتيه. خلني واحد من الكويتيين يرد عليه. ترد عليه انت يا شيخ خالد. امين يا رب. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع لما احب وارضى. احد في عند خلاص ساعه الصفر جاءت؟ جاهزين؟ الله يعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أخواننا يوفقنا. يا أخواننا والله لابد نجتمع، لابد نتعاون، لابد يحث بعضنا البعض على العلم والعمل والدعوة والصبر. تفضل أخي. الحين الواحد موظف شركة. إيه. الشركة هذه ما هو يشتغل طباعة وكمبيوتر اللي يكون معاش حلال إن شاء الله. تمام. إذا كانت الشركة هذه قائمة عندها شغل ربا ما ربا، هو يخص فيها شغال الشركة. أنا لا أدري والله، لابد هذا الأمر يعني يتحقق منه. مثلا إنسان يشتغل في بنك، حارس البنك الآن، حارس سكرتي بنك، يحرس البنك، ما يجوز. لماذا؟ لأن التعاون على الإثم والعدوان. هذا الأخ يبيع جوالات، وبعض الناس تعرف يأخذ الجوالات ويستخدمها في غير الطاعة في المعصية، لكن الأصل في بيع الجوال ها حلال. بيع العنب إيش حكمه؟ عنب جائز، لكن لو تعرف أن هذا يأخذ العنب واتخذ خمر ما يجوز تبيعه، مفهوم؟ فأنا لا أدري والله، لازم الشركة يعني تشوف دراسة. وأنا ما عندي تخصص في البيوع، أنا لا أدري، فشوف لك واحد متخصص ممكن. أنا أعطيتك الخلاصة الآن تقريبا يعني. فإذا كان في عمله إعانة على منكر طبعا ما يجوز، وإذا كان في عمله لا يوجد في عمله إعانة على منكر، يعني مثلا صاحب الشركة الآن عنده بنك وعنده سيارات، السيارات ليس لها علاقة في البنك، والشيخ خالد يعمل في معرض السيارات ما له علاقة. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود، واليهود أكثر الناس أكلا للربا، فهذا ليس له علاقة بهذا. لكن قد يكون البنك أحيانا عنده أمور استثمارية
يبيع السيارات وهذا له علاقة بالبنك، إذا انتهينا صار هذا يعني تابع للبنك في إعانة للبنك. بعض العلماء يقول ظل البنك لا تستظل به، والله ابعد عن البنك قدر. طبعا هذه الأزمنة ما نستطيع نبعد عن البنك، كل شيء ربطوه الآن بالبنوك صحيح، لكن قدر المستطاع ابتعد عن البنك قدر ما تستطيع. فهمت؟ اي نعم، والله أعلم. جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم. احنا متفقين على العشاء؟ طيب. الله يجزاكم خير. يلا طيب. يلا شوف حياك.